نذهب إلى القاهرة من هناك كريم الشيخ مراسل الغد. مرحبا كريم، ضعنا في تفاصيل أوفى حول التصريحات التي أدلى بها مصدر مصري رفيع المستوى للغد بشأن الاجتماع المصري الأمريكي الإسرائيلي والمرتقب غدا بالقاهرة. صلاح، قبل ساعات قليلة من الآن وصل الوفد الأمريكي إلى القاهرة، وهذا الوفد هو برئاسة كبير مديري شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بالإضافة أيضا إلى أنه خلال الساعات المقبلة سيصل الوفد الإسرائيلي لحضور هذه الاجتماعات المرتقبة يوم غد. بحسب مصادر الغد أكدت أن هذه الاجتماعات ستعقد على مدار يوم غد، وهي بالأساس لمناقشة الجزء المتعلق بمعبر رفح البري وتمسك مصر من خلال التصريحات الصادرة عن المصادر المصرية بأن يكون هناك يعني فتح لهذا المعبر، ولكن من دون وجود لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الآخر من معبر رفح من الناحية الفلسطينية. وبالتالي هذه النقاط أكدتها مصر على مدار الأيام الماضية وأيضا في التصريحات التي صدرت قبل قليل من المصادر المصرية، بالإضافة أيضا إلى تصريحات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد على أن مصر متمسكة بفتح معبر رفح. قبل ساعات قليلة كان له تصريح أيضا في هذه النقطة، وتحدث عن أن مصر تدعو جميع الأطراف ل المثول أمام المقترح الأمريكي، بالإضافة أيضا إلى تأكيد على بعض النقاط المتعلقة بمسار المفاوضات خلال الفترة المقبلة وتأكيد مصر على دورها الفاعل في هذا الأمر. هذا فيما يتعلق بتصريحات للرئيس السيسي، ولكن تحديدا في الاجتماع الذي سيعقد يوم غد مصر تحاول من خلال هذا الاجتماع أن تضع بعض النقاط على الحروف مع الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي لفتح المعبر هذا مرة أخرى، ولكن من دون وجود لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ما الخطة التي يمكن أن يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة؟ هناك مقترح أمريكي بأن يكون هناك تواجد ل الأمم المتحدة في الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني، بالإضافة أيضا إلى وجود لعدد من الأفراد الفلسطينيين ولكن غير التابعين لحركة حماس الذين يمكن أن يكون هناك تعاون بينهم وبين الجانب المصري لإدخال المساعدات بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. مصر تريد هذا الأمر لأنها تريد تكثيف دخول المساعدات بعد إغلاق المعابر خلال الفترة الماضية من قبل الجانب الإسرائيلي، وتحديدا بعد احتلال إسرائيل لمعبر رفح. تريد مصر أن يتم هذا افتتاح هذا أو فتح هذا المعبر مرة أخرى، حتى أنها حاولت خلال الأيام الماضية أن يكون هناك فتح لمعبر كرم أبو سالم، وهو معبر على الجانب الإسرائيلي الفلسطيني، وبعد جهود متواصلة تمكنت من هذا الأمر، لكن بطبيعة الحال هناك عراقيل أيضا من قبل الجانب الإسرائيلي التي كانت تمارس على الجانب المصري خلال الأشهر الأولى من الحرب على قطاع غزة. ويعني حتى هذه اللحظة ترى مصر أنه بدخول المساعدات من قبل الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني يمكن معه أن تزيد حجم المساعدات خلال الفترة المقبلة. أشكرك، شكرا جزيلا لك كريم الشيخ مراسل الغد، كنت معنا من القاهرة.